ولا أميسوم أي كجوري لسمياشا جامعة أمدا أوتوانكي أوتوانكي سنة أودن بي فريسمة إذا وهايت إيجا إيجا مدى إتوبيا سيدا وركان ونوبوس ودرا يوري هنا أو اسم محمود جلعو أو مغدشة إنوغا صور رما إذا مدى بروندي أو قيبكا أهولغالكا أميسوم إيكا سعودة جيسكا أفريكا أيا إساق قوري لسمة جامعة أمدا أو توانكي سنة يقدم بسفر السماء إذا نو أحد إذا مدى إثيوبيا يكو أميسوم جامعة أمدا أيا لفريكون سغال بقول لحدي نسغالكي وحنا كهر إنت يسن بربرين دولدي دحي سومالي يديكن جري إنك بدانشان إتبان كنو أردي مركلة جامعة أمدا واحد ديب لوه القلية سنة دي لابوكن سدحي طبان وحان هادا ديكتو إنك بدان كون يافر بقلو أردي سيدا وشيغي وزيرك وحبرشاد حكومة سوماليا عبد الرحمن داهر عثمان جامعة سومالي دا وحاسب رسمي لو أساسي أو لوغا ديكي جامعة كون سقال بقلي لحداني سقالكي كاسو لغفري كلية ديهي شرعيغا يدقالها كواسو لغا ديكي مركان كلية دو كون سقال بقولي تدباتن يكوغي وحالغو صوت داري كلية ديهي بارها تيكي مكادا إيوه وحاسو راعي كون سقال بقول لبي تدباتن كي ولغو صوت داري كلية دي وحبرشادا سدحي تدباتن كي وحاكو صوت بيري كلية ديهي مديسين جيولوجي تي حنانا حولها تي انجينيرينكا إيوه markii ugu dambeeyay 1979kii waxa ku soo biiray kulliyadihii luqadaha kuwi Islamic Studies iyo tii saxaafada ila iyo dawladda intay sanbixin ka hor kulliyadihii ugu dambeeyay ee laga furay dalka waxay ahaayeen jaamacadda Soomaalida ay furtay kulliyadihii wax barida macallimiinta iyo tii cilmiga barista siyaasadda howlgalka dhaqaalaha badan ku baxay Amisom ayaa la rajaynayaa in labada sano ee soo socota la soo gabagabeeyo ciidamada isu tagay waxay faarujin doonaan dalku yeelo gobolka oo in ka badan 10 sano kool galayeen ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya ayaa degan xarumo waxbarasho iyo garoomo lagu ciyaaro kubada cagta Francesco Mandera wakiilka midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya ahna hoggaamiyaha howlgalka Amisom waxa uu sheegay in ciidanka Amisom ay dhawaan faarujin doonaan xarumaha muhiimka ah oo ay wali degan yihiin Awis Maxamuud Jilcow RTN TV مقدشو